بعقي لب عينك سلوم، لب عينك لب عينك. دراجونات من أولها كيفها؟ ارحب حسين، وهكذا خصم سمبوسة. وعليكم السلام، ارحب يا سلوم. ما تخيل نورت العائلة عندنا، ياي. بعد عناء طويل. اي والله، ساعة نكلم الإدارة، ما ادري ايش حسابها معلق، ما ادري شنو. اي حلقي، ما ادري ايش جا. لا بروح اشتري ايس كريم بعد. يوشي رأيت الإبل، أبي خطبي لي أبو عقيل. الرجال مخابي يا ولد الناس، نقها بعد أقول روح اخطبي بنت الناس، أدبسها فيك. حركة دربي راسك هذه ما عاد تمشي والله العظيم. يعني بروحك بتخونها، بتخونها، ملوع كبدها، ملوع كبدها. أقل شيء لوع كبدها وتبكي، وهي حطت لها سلسالين ذهب، شيء رازة عمرها، شيء مجملها، خاينها ملوع كبدها وفقران. لا كل زق، ما انا بدي بدال اسمعني. لا انتي عادي، سولفي مع البنت، انا عندي مشكلة اني انا استحي من البنات، مع الرجاجيل سبحان الله، عادي كني واحد منهم، ما الحريم ما استحي. سمي حين يوشي عادي اسألك هنا ولا لازم اسألك في سناب؟ صح، نسيت اقول لكم رقمتها سناب، بس اسلمي اسأليني هنا. اسمع الحين انا دخلت بيت السعود، نزلت لك دراجون و درع. اي بعدين هو جاء نزل لي انه هو دراجونين. افيه ليش؟ مجمل. لا بس انا يقول نزل لك 3 مو 2. لا انت احمد، هذا وش ما فهمت. يقول هو نزل لك 3 مو 2. يقولون لك انه هو يعني نزلش 3 دراجونات مش 2. انتي منزلة 2 انا نزلت ورد اثنين. لش 3، فهمتي؟ يقولش ان سعود قالها ترحيب لش. يعني كنت جايب لك ذبيحة بالعربي، قيمة الذبيحة ترى صدق، قيمة ذبيحتين كذا صح، نعم مفكرت فيها يعني. اي والله، يمشي رن رن، الله يسود وجيهكم، مني قلب دباب في ذا العائلة. اروح على وش احكامك؟ اصبري، انا ما ترى ما حد قبل دقيقة. اصبري افوز واقول احكامي، كنت بتفوزين علي، يمكن نجح في، يمكن شو؟ نروح فطي. لا لاني ادري ما الفايدة، ليه فقولي لي تقولين انا الحين ادري ماني ناوي فايزة؟ احكامك. تكسرين من الرديف اللي عندك، يمكن في حد زابنا بالزوار شيء. عاد انا سبحان الله ارحب يا روري، الزوار يحبوني واجد، يموتون علي، يهبطون هبوط مظلي، ما تدرين درع اسطوري شي، ما لا تعلمين. ارحب ذا بيست. اما يسكر يا هند، احمد لا هند، الله يبقيك.
يلا قولي احكامك. اطلع من العائله. امزح امزح امزح. دق امي في الزعبة. بعد كل ذا تقولين اطلعي؟ يلا. لا صدق وش احكامك؟ اسمعي دام اول تحدي لنا وانت يعني توش في العائله اعتبريها سمح. بس لا تتعودين يعني، بس هذا عشان اول مره يعني. بس كندلعش، عرفتي اول يوم ندلعش فيه؟